السلام الله عليكم. قبل أن أبدأ في هذا الفيديو أريد أن أعزي أختنا بسمة في وفاة عمها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وربي يعطيهم أيضا الصبر إن شاء الله والسلوان، وربي إن شاء الله يأجرهم في مصيبتهم هذه. بالنسبة لموضوعنا في مثل هذا اليوم يا خوتي، من عام 2018 الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعين جمال بلماضي مدربا للمنتخب الجزائري. 52 مباراة، 35 فوز، 12 تعادل و5 هزائم. حقق كأس إفريقيا 2019، وحقق أيضا رقم قياسي بعد الخسارة في 35 مباراة أمام غينيا، أطول فترة لمدرب على رأس محاربي الصحراء. أيضا أفضل رابع مدرب في العالم وأفضل مدرب في إفريقيا. أيضا اليوم تمر 5 سنوات على تعيين جمال بلماضي الذي تم إقصاؤه من الدور الأول في كان الكاميرون، أيضا إخفاق في تأهل للمونديال قطر ضد الكاميرون. لكي نكون عادلين نتكلم عن كل شيء، عن الفوز وعن الهزائم وعن يعني كل شيء. هذه يا خوتي إن شاء الله نكون أفدناكم بهذه المعلومات، وأيضا نزيد ندعو لعم الأخت بسمة ربي يرحمه إن شاء الله، ربي يصبرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.